الوقاية والسلامة المهنية في مجال قطاع المعادن عنوان ورشة تنظمها الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا بالعاصمة نواكشوط لتكوين عدد من رؤساء النقابات الناشطة في المجال، بالإضافة إلى بعض مناديب العمال في قطاع التعدين. ويقول المنظمون أن هذه الورشة تأتي في ظرف استثنائي ووضعية هامة بالنسبة لعمالة التعدين للتسلح بالمعارف والإجراءات الضرورية للحفاظ على سلامتهم. نعتبر أن للبرنامج برنامج هذه الورشة اللي تحت عنوان الصحة والسلامة في العمل في قطاع المعادن، ورشة مهمة نظرا لهذا القطاع اللي يعمل أكثر من 80% من العمال في صفة غير مواتية. وتقدم الورشة التكوينية محاضرات فنية وشروح مبسطة عن بيئة العمل والحماية الشخصية من الحوادث والأمراض البيئية. هناك عدة محاور سوف نتحدث عن القطاع المعدني في موريتانيا، سوف نتحدث عن الصحة والسلامة، خصوصا ما يتعلق بحوادث الشغل، بالأمراض المهنية، بالأمراض ذات الطابع المهني، بطرق الوقاية، طرق السلامة، وبالناحية القانونية أو الناحية القانونية للصحة والسلامة في مدونة الشغل الموريتانية. وتشارك في الورشة التكوينية شخصيات نقابية أجنبية ومحلية تسعى لتطوير العمل النقابي ومجال الصحة والسلامة المهنية والبيئة في موريتانيا. تتواصل أعمال هذه الورشة التي تنظمها الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا في مجال الوقاية والسلامة ليومين متتاليين. ومن منظور مهني تعتبر مثل هذه الورشات بالغة الأهمية لمجال يشغل مئات الموريتانيين. وتعمل في موريتانيا عدة شركات كبرى في مجال التعدين، بالإضافة إلى عشرات الشركات الوطنية أو ما يسمى بالمقاولة الباطنية، لم تعتمد معايير السلامة المهنية بالمستوى الذي يضمن سلامة عمالها في ظل الحديث عن خروقاتها القانونية وتحايلها على إصابات العمال في حوادث العمل. محمد ناجي، قناة المرابطون، نواكشوط.